آهن العراق وآهن أي منحدر. قلنا تحرر والآفاق واسعة والشمس تشرق في ليل به كدر. الأستاذ الدكتور علي عبد العباس عبد الله البكري، بروفيسور في الهندسة الكهربائية والطاقة المتجددة، عميد كلية الهندسة التقنية في النجف لخمس سنوات من 2015 ل2020، عميد الكلية التقنية في المسيب لسنتين، رئيس المجلس الوطني لتحسين جودة التعليم الهندسي التقني في العراق حالياً، خبير معتمد في حل مشاكل الشبكات الكهربائية محلياً ودولياً، مدير تحرير جريدة المسار التقني في وزارة التعليم العالي هيئة التعليم التقني لسبع سنوات، حائز على 25 براءة اختراع وهنالك 11 براءة أخرى تحت التقييم. مؤلف لعشرات الكتب العلمية، ثلاثة منها منهجية وباللغة الإنجليزية، نشر 70 بحثاً علمياً عالمياً ومحلياً في مجالات عالمية رصينة. الأستاذ الدكتور علي عبد العباس عبد الله البكري في برنامج ميدالية ذهبية مع صبيح المرياني. مسيرة حافلة بالعطاء ما شاء الله دكتورنا العزيز، لكن نريد نعرف يعني بالبداية شخص علي البكري أكثر بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكر على هذه الاستضافة. الحقيقة علي البكري هو إنسان عادي حال حال أغلب العراقيين، نشأت ولدت في قرية اسمها قرية أولاب مسلم موجودة في جنوب المسيب، تبعد كيلوان عن المسيب، قرية جميلة هادئة عبارة عن بستان من الورود والنخيل ويتوسطها مرقد أولاب مسلم، طفلي مسلم الشهيدين عليهم السلام. وبدت النشأة في مدرسة أولاب مسلم الابتدائية في متوسط المسيب في إعدادية المسيب. طبعا طيلة هذه المسيرة كنت من الأوائل، إذا لم يكن أول فأنا من الأوائل. بعدين طلعت معدل كلش عالي، كنت من الأوائل على إعدادية المسيب، مقبول أعلى من أكيد علمي مو أدبي، أكيد علمي أعلى من معدل طب بغداد بوقتها. بغداد قبل هذه سنة تقريبا سنة 77 1977. وبعدين اختاريت الهندسة وبيها موضوع طريف. هاي الحقيقة الوالد كان يعني أكو مهندس بالعائلة، كانوا يردون طبيب. أخوك مهندس؟ أخ عندنا أخ مهندس وعندنا أخ مدرس وعندنا، بس كانوا يردون طبيب بالعائلة. كناكو طبيب مدام ما كنت طبيب. فأنا سويت الحقيقة محبتي للهندسة بدت من خلال قراءتي كتاب في مكتبة المسيب، كانت مكتبة عامرة ورائعة، هسه عبارة عن بناية خربة مع الأسف. هاي البناية كانت على نهر الفرات، بناية رائعة فكانت بها آلاف الكتب. فكتاب كنا في مرحلة المتوسطة أو الإعدادية كان يسمحونا أنه نروح نقرأ في هذه المكتبة، كتب خارجية. مطالعة. كتب خارجية. كتب خارجية. فوقع تحت اليد هو كتاب اسمه أحلام المهندسين. الحقيقة المؤلف يعني نسيته بذاك الوقت، هو تأليف سنة 1945. هذا الكتاب تأثر هو غير كل حياتي الحقيقة. شنو كان بيه يعني تقريبا؟ هذا الكتاب كان يتحدث أنه ايش راح يصير بالمستقبل، يعني مثلا كان يتوقع أنه راح يصعدون للقمر، كان يتوقع أنه يصير بين إنجلترا وفرنسا يصير النفق مع البحر المانش. الحقيقة الحمد لله هذا حضرت موعد الافتتاح رسميا بسنة 90، يعني كانت أيامها يعني كان يتوقع التطور الهائل العلمي اللي حصل الآن. نعم. هو كان يتوقع في ذلك الوقت يعني الصعود إلى القمر 1945 كان يتوقع الصعود إلى القمر، وموجود هذا الكتاب. بس تكتب كتاب أحلام المهندسين يطلع لك هذا الكتاب. فهذا الكتاب الحقيقة أنا سألت قلت يا فرع هذا اللي يودي للأقمار الصناعية لهذا، يعني تدري بالإعدادية وبالسبعينات. فنصحوني أنه هذا هندسة اسمها الهندسة الكهربائية، فالهندسة الكهربائية صارت تجرب دمي الحقيقة. ف
فبوقتها الوالد يريد الطب. صار عندك هدف. الوالد يريد الطب. صار عندك هدف. بالضبط. والوالد طبعا. اي الوالد يريد الطب وانا اريد هندسه، فسويت استمارتين. هاي اول عمليه تغش بتاريخ حياتي الحقيقه. استماره شوفت هي انه مكتوب طب بغداد اول شيء، وبعدين والاستماره الثانيه اللي مشت اللي اللي مشت الحقيقيه اللي مشت، لا اللي مشت الهندسه. الهندسه هو اللي مشت الهندسه. مشت الهندسه والطب خليته رقم 40. اها. حيث علوم بغداد قبله وحتى المعاهد كان مسموح يعني يمكن 20 معهد و30 كليه 50 اختيار. فالمهم بعدين من طلعت الوالد قال شلون اللي اقل من عندك كلهم انت من الاوائل على الاعداديه كلهم مقبولين. فرحنا للجراج، وصلنا الجراج المسيب نريد نصعد لبغداد. تعترضون؟ اي اعتراض هو الوالد وهذا ومتاكد هو لان ذول اقل من عندي. فقلت خله صارحه، قلت له يا ترى هيك وهيك انت تتوقع رده كلش قويه. الحمد لله كان رده، قال هو انت انا ما اقدر. هو كان مثقف الرجل، مؤلف 5 كتب او 6. اي ف تفهم. فهم الله يطول بعمره. يتفهم. قال تفهم. لي يابا هذا اختيارك بس احنا ردناك، بس ماكو داعي لو قايل من البدايه ردنا طبيب بالعائله. بالضبط. المهم هاي كانت المسيره. بعدين خرجت من الاعداديه رحت هندسه بغداد كهرباء مثل ما ردت. اول سنه لاقيت صعوبه لان كلهم مخرجين يسمونها كلية بغداد. واحنا جايين من منطقة قروية وفرق، هم دارسين بالانجليزي. فبالكورس الاول لاقينا صعوبة، بعدين بالكورس الثاني طلعت من الاوائل واستمرت الحمد لله. طلعت من الاوائل على قسم الكهرباء، صادفت بعثة الى فرنسا بسنة 88 على الماجستير والدكتوراه قبل دايركت 5 سنوات. فرحنا لفرنسا اخذنا الماجستير وصارت حرب. ما انت بعدك ما متزوج؟ بعدني ما متزوج. فيسمونها الدي او اف في فرنسا. اتقنت الانجليزي الفرنسي بعد انت هسه؟ لحد الان انا اتقن الفرنسي الحمد لله. اللغه الانجليزيه عندي مثل اللغه العربيه. الحمد لله. ف صارت حرب مال الخليج الاولى نقدر نسميها. فانقطع السلري المادي وكذا وكذا، والفرنسيين همتين كانوا محتجزين فرنسيين هنا موزعيهم على القواعد واحنا هناك، فصارت شبه يعني تقييد لحركتنا وهاي. المهم فقطعوا دراستنا الفرنسيين ورجعنا للعراق. رجعنا للعراق. رجعت عندك دكتوراه انت؟ لا رجعت عندي ماجستير. ماجستير او ما يعادل ماجستير يسمونها دي او اه، يكون نظام فرنسي ونظام نعم. انجليزي. هنا خشيت بعدين ماجستير هندسه بغداد. هنا ما عادلوها بالماجستير هندسه بغداد اللي هي كليتي الاصليه، بكالوريوس بغداد وماجستير بغداد. بس البكالوريوس بباب المعظم من كانت الكليه، والماجستير كانت في الجادريه. صار الدكتور علي البكري دكتوراه. بعدين دكتوراه في الجامعه التكنولوجيه. الجامعه التكنولوجيه. 2006 والحمد لله وبدت المسيره مال. نبدا بعالم الاختراعات اللي هو تقريبا عالمك. نعم. عالم الاختراعات، بدي اعرف كم براءه اختراع عندك اللي هم يعني موقع عليها ومصادقة مثل ما يقول. الحقيقة هو بدت الاختراع هو إلى جذور. إلى جذور هو قلت لك هذا الكتاب يعني أثار هواية شغلات. بالعسكرية الحمد لله من دخلت عسكرية خلوني بالمكتبة، يعني المكتبة مال المعدات الفنية الأجهزة اللاسلكية وكذا، كانت بيها كتب رائعة جدا الحقيقة. فاستغليت هاي الفترة مال العسكرية 3 سنوات وأكثر كلها في قراءة الكتب. فهاي حقيقة يعني صار مفردات تراكمية الإنسان تدري، حتى لو كان عنده موهبة زادت المعرفة أكثر، حتى لو كان عنده تميز أو موهبة أو ابتكار لازم بيها مفردات تدخل. هاي المفردات الحقيقة هي اللي يعني ساعدتني بالمستقبل. فبدأ عالم الإبداع والاختراع يعني بعدك مصر على هدفك انت. نعم بالضبط. هو الهندسه الكهربائيه الكتاب وما كتب في الكتاب هو في دماغ. مضبوط جدا. ما غادرك. مضبوط جدا ما غادرني ابد لحد الان ما غادرني. يعني ف يا سبحان الله مرات اكو صار فك شغله تغير مسير حياتك. هذا الكتاب هو غير مسير حياتي. فالحمد لله عندي حاليا المصادق عليها 23 اللي صادره 23 براءه اختراع. 2 هن صادرات بس الكتاب ما طالع، يصير 25 براءة. 11 براءة تحت التقييم، مؤلف ل 11 كتاب، 10 منجزة علمية، والكتاب الأخير الحقيقة دا أشتغل بيه قبل أن نحكي على الكتب حتى نقول
نقول البذرة الأولى في عالم الاختراع، واختراعك الأول في أي سنة وشنو كان بالتحديد؟ اختراع الأول كان في ما سجلت ذاك بسنة 1978، مو اختراع الحقيقة. كان أكو نادي بوقت كامل الدباغ الله يرحمه، كان أكو نادي الهواة أو كذا، ولا اللي يحبون الأجهزة والكذا، فكنت الحقيقة مراسلهم ومشترك وياهم، كان عن طريق الرسائل البريدية كذا. فأول جهاز سويته هو جهاز لاسلكي بسيط، تركيبة كلش بسيط وخرائط كلش بسيطة، إنه أنا وصاحبي، كان ماكو عندنا هواتف في قريتنا بحقيقة، فسويت جهاز إرسال واستقبال، يعني شلون يعني على بعد تقريبا هو هذا اللي استخدم الهوك توكي هسه. نعم. سويت هذا الجهاز الحقيقة، استخدمت به أجهزة مثل بدل الدايود استخدمت موس مع الحلاقة. وليش يعني انت معتبره بسيط في ذلك الوقت؟ بذاك الوقت هو حقيقة يصبح كبراء. فالحمد لله بذاك الوقت كان يعني يسمعني وأسمعه، صحيح صوت ضعيف بس اصلا يمكن كل اصدقائكم جربوا بالجهاز كل واحد بالضبط على بعد تقريبا 500 متر هيك اشتغل هذا الجهاز. هاي اول شيء. بعدين البراءه الحقيقيه اللي صدرت هي براءه ب 2008، اشتغلنا كمشروع ريادي لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي، كنت انا رئيس الفريق وفريق متكامل من 6 دكاتره الحقيقه، فسميتها مشروع النبته الذكيه. الحقيقه النبته هذا مشروع النبته الذكيه. دكتور، مشروع النبتة الذكية شنو هذا بالتحديد؟ الحقيقة مشروع النبتة الذكية أخذ صدى بوقتها، صدى الإعلامي في وزارة الزراعة وكذلك في البرلمان العراقي وفي وزارة الري. احنا بالعراق عندنا مشكلة كبيرة، هي الحاجة أم الاختراع طبعا، تعرف انه حاجتنا احنا بالعراق حاليا إلى تقنين المياه، لأن احنا السياسة المائية لدول الجوار الحقيقة غير معروفة وما عندنا اتفاقيات معهم. مصيرنا مرتبط بإراداتهم. بالضبط، احنا ما نترك مصيرنا لهم، احنا من الدول اللي تهدر المياه بشكل كبير جدا مع الأسف. يعني ماكو دولة مثل العراق تهدر، ماكو دولة بالعالم هسه السقي عن طريق الغمر أو عن طريق السواقي، هذا الشيء ممنوع في كل دول العالم، في الأردن، في فهذا المشروع هنا يعني بدأت. احنا عندنا مشكلة بالكهرباء، فهذا يحل مشكلة الماء والكهرباء وملايين الدونمات المتروكة. يعني انت تقدر تنصب اعتمادا على الطاقة الشمسية واعتمادا على الري بالتنقيط واعتمادا على كمبيوتر مركزي، وزرعنا متحسات من رطوبة بالتربة، النبتة هي تسقي نفسها من تعطش، الدزي عاز للبئر، المية من البئر، الكهرباء من الطاقة الشمسية، فلاح ما نحتاج له، عندي كمبيوتر مركزي عن طريق البي ال سي ومنظوماتها وتتحكم بها. فالنبتة من تعطش تدز إشارة الى البي ال سي، إشارات الدماغ بالجسم. بالضبط، تدز إشارة للبي ال سي، البي ال سي يدز إشارة لمن؟ الى المضخات مال السحب، ويفتح الصمامات ويقسم الطاقة الشمسية، راح هم مسيطر عليها، ترسل يعني الكهرباء لتغذي هاي كل المنظومات، وهكذا لا احتاجنا فلاح فقط. انا طبعا هذا المشروع استثمر لمده 5 سنوات، وكان مشروع ريادي لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي. وين تقريبا نفذه؟ نفذه في مدينه المسيب، قريه بين 5 سنوات، لمده 5 سنوات. نجاح رائع يعني جدا، قياسا بكل فتره يعني. بالضبط اضرب لك مثال للنجاح مالته. هو النجاح يقاس بالارقام، احنا كمهندسين نعم. عباره عن ما نتحسس غير الارقام. يعني قبل نفس النبته سوينا بنفس المساحه بغير مكان، وهنا هاي المساحه هنا عندي 5 دونم ب5 دونم. معياركم المفقود من المياه. نعم، سوينا هذا الري بالغمر وهذا الري بالتنقيط المبرمج، يعني المبرمج برمجة ذكية سمارت تكنيك. فوجدنا أنه من كل 100 متر مكعب نحتاج 15 متر مكعب، 85 لوسز. يعني هاي النبتة الخمسة دونم تحتاج 15 متر مكعب، بدلا من عن طريق الري بالتنقيط، عن طريق البرمجة الذكية، وعن طريق السمارت تكنيك، وعن طريق السولار سيستم وال الدريب إيريجيشن سيستم. هذا الحقيقة هو معروض يعني للاستثمار،
يعني واحنا غلبنا بدول متقدمه بهذا الموضوع بذاك الوقت ب 2008. توقف شنو السبب؟ توقف والله ماكو دعم الحقيقه. المستثمر بالعراق احنا تدري راس الدعم قصدك باي اتجاه؟ انتاج الجهاز هذا لو دعم بشنو؟ لا انتاج يعني استمر هو 5 سنوات. تدري المنظومه عمرها منظومه الري بالتنقيط لازم تتبدل وكذا. فنحتاج دعم يعني من قطاع خاص. تدري المخترع هو مو مسؤوليه الاستثمار. احنا مشكلتنا بالعراق هي الاستثمار اللي ولو الاستثمار بكل دول العالم. بامريكا نسبه الاستثمار ما تتجاوز 5%، بالعراق 0.1%، يعني 10 بالالف، لا والله ما اقل. ليش؟ لأن رأس المال الحقيقة هو رأس المال جبان، والقطاع الخاص مع الأسف ما أخذ فرصته من 2003 لحد الآن بسبب سياسات الحكومات السابقة. ولحد الآن القطاع الخاص ما أخذ ما عدا المولات والهذا، يعني لا شفنا فد يوم مصنع، لا شفنا كذا. فهاي واحدة من البراءات، واستمرت براءات أخرى الحقيقة. باقي البراءات واللي أريد أعرف منه اللي أقرب إلى قلب الدكتور علي البكري ويشعر أنه هذا شلون يعني مو نقول مستوى الطموح لكن قمة الطموح، وبعد أكيد الطموح هو موجود. الحقيقة هي كل براءة تعتبر ابن بار يعني للمخترع. يعني فأنا عندي 23 ابن كلهم يعني عزيزين، أو 25 كلهم يعني عزيزين على قلبي، كلهم عزيزين. أو اثنين بعدهم ما صادرين إن شاء الله، يعني بس استلام يعني يعني اعتبرهم صادرين. و23 ولد إضافة إلى ولدي، عندي ولدين يصيرون 26. الله يحفظهم. فالله يسلمك. فهاي البراءات الحقيقة كلها عزيزة على القلب. ومن ضمنها أذكر لك براءة أخرى طورناها. كانت مشكلتنا بالبراءة الأولى هي هاي، أنه الأرانب الوايرات الأسلاك مال المنظومة تقرضها، يعني تدري بالفلات و... فسوينا لاسلكيا، متحسات صارت لاسلكية، وبعدين طورتها عن طريق الانترنت. صار السقي عن طريق الانترنت. انت بأمريكا وتريد تسقي الحديقة مالتك، هاي دائما دا يلاقوا هذول المهاجرين، تقدر تسقيها عن طريق هاي المنظومة وبتحكم تام طبعا، بس على شرط توفير الكهرباء وتوفير الانترنت. ايه هاي واحدة من البراءات. البراءة الاخرى احنا بالدفاع، بوزارة الدفاع نشتري الحقيقة الدروع بأسعار كلش عالية، توصل 200-300 دولار، 400 دولار. احنا سويناها ما تتجاوز كلفتها اقل من 50 دولار الدرع مالتنا، واخف من ذاك نصف الوزن الياف، واقوى من الالياف. نعم. بالضبط الالياف. ودخلنا عن طريق يعني استخدمنا مادة نانوية، وهي اخذتوا بها براءة اختراع، عرضتوها على وزارة الدفاع؟ الحقيقة ما عرضناها يعني، لانني يعني ما اعرف يعني. ارتطمتوا بالسياسة يعني؟ اكيد يعني، لان احنا جربنا بهواية مكانات ما يعني. هاي واحدة من البراءات. هذه تم فحصها؟ تم فحصها هذه الالياف؟ تم فحصها 100% ناجح. وعندنا من كنت عميد في الكلية التقنية الهندسية نجف لمدة 5 سنوات، كان عندي مختبر مال. بس هذا ربما احنا نعيد يعني. نعم. نعيد النداء من جديد للاخوة المعنيين في الجهات المعنية، براءة اختراع لربما تفرق مثل ما قال الدكتور علي البكري، يعني تفرق بما يقارب 150 دولار بالقطعة الواحدة كدروع، والمصنع عراقي والمنتج عراقي، وهذا مفخرة يعني. وأخف بالوزن وخصائصه أفضل من الأجنبي. هاي واحدة من البراءات. براءة أخرى استخدمنا، أنا أشوف قائمة قدامي. نعم. ما شاء الله. نعم. والله هي قلت لك هي مثل البراءة، أنت مو خيرتني والوقت مالتنا قليل. نعم. الحقيقة عندنا أكو عندنا بالهندسة المدنية جهاز الفحص العام يستخدم لفحوصات محددة. طورناه، مو كان ما نشتري جهاز ب 120 ألف دولار، طورنا هذا الجهاز يشمل كل الفحوصات. هاي واحدة من البراءات الاختراع. كذلك منظومة أنا أعتز بها الحقيقة اختراع، أنا دكتور حسين الله ذكره بالخير، أخو صديق بالدكتوراه كنا سوا. فسوينا من يصير غبار بالجو بالعراق، الحقيقة دائما ذول بهم ربو، جماعة الربو، جماعة الاختناق أكيد. شنو رأيك إذا صار غبار تجيك رسالة بالبيت، أنت قاعد يقول لك يا بلا تطلع اليوم، أكو غبار بالجو، نسبة غبار، وهكذا. فهي هاي البراءة كذا بالضبط، تجيك رسالة عن طريق منظومة من صوبة برا أنه نسبة الغبار كذا. وكذلك
أنا ودكتور عمر أبو الحويجة عميد معهد الحويجة أنجزنا 6 براءات كلها على الطاقة الشمسية. طبعاً بالمناسبة أنجزت أنا لحد الآن 12 براءة على الطاقة الشمسية، لأن الطاقة الشمسية هي الحل المناسب للعراق، لأن العراق من أفضل دول العالم في تلقي نسبة عالية من الإشعاع الشمسي. صحيح أكو معوقات الغبار وارتفاع درجة الحرارة، ولكن أنه يبقى العراق هو الأول في نسبة الإشعاع الشمسي الصاقب. كذلك منظومة ذكية للكشف عن الغبار في الخلايا الشمسية، كذلك هم يعني تعدل وتقوم الزوايا. البحيرة الشمسية الفوتوفولتائية، تصنيع عجينة بفضة نانوية لترميم المخطوطات بالمكتبات. الحقيقة هاي فريق عمل أنا دكتور إبراهيم مرضي وكذا. وكذلك جدار ترامب، مو ترامب، الفوتوفولتائي الخازن الاسطواني اللي يفيد بالتدفئة والتبريد عن طريق الطاقة الشمسية، فالخلايا الشمسية تنزرع بالجدار. والمدخنة الشمسية الهجينة، المدخنة الشمسية الهجينة الحقيقة هاي حالة خاصة بالخارج، المناطق اللي ما بها رياح شو يسوون؟ يسوون مداخن كلش عالية ويخلون مروحة في المدخنة، نتيجة لفرق الضغط الجوي بين الأبر واللور يتحرك الهواء. احنا بالعراق الرياح كلش قليلة، زين هاي طولها لازم 100 متر على مود يصير اختلاف بالضغط الجوي. احنا من خلال براءة اختراعنا قللنا طولها ما يتجاوز 20 متر او اقل. ممكن تشتغل عندنا بالعراق، وتشتغل عندنا بالعراق، والعراق المشكلة غير صالح للرياح، فهاي راح تخليه صالح للرياح، وفد براءة لطيفة. وكذلك عندنا البحيرة الشمسية الفوتوفولتائية، هذه براءات الاختراع، وبراءات اختراع اخرى. هذه براءات الاختراع للدكتور علي البكري، لكن فيما يعني تبقى من الوقت رد نعرف الوجه الآخر أو هوايات الدكتور علي البكر الأخرى غير الانغماس في العلم. ما أعرف هسه الانغماس مو انغماس يعني. الله يبعد. دكتور يلا خلينا نسولف هسه بعيدا عن العلم والعلميات، أو لا هم قريبا من عتها شوية. خلي أسأل، منو بالعائلة عندك من أولادك يعني تقريبا عجبتها مسيرتك وبدأ يشتغل نفس شغلك؟ والله الحقيقة عندي ابني أمير، أنا عندي ولد 2 أمير ومصطفى، وابنية طبيبة أسنان السنة إن شاء الله تتخرج جامعة الفراهيدي. ابني أمير الحقيقة عنده تفكير يعني كلش خارج الصندوق، قدام أي إبداع وأي تميز هو بداياته أنه تفكر خارج الصندوق. خارج الصندوق بس مو بعيد، عنده براءات اختراع 2 معاي. هو شنو تخصص أول مرة العلمي؟ هو إعلام. إعلام 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 بس إعلام بس يحب الإنترنت والحاسبات، ويعني كل الشاطر بهاي الشغلة. عمره 27 سنة وعلى أبواب زواج إن شاء الله قريب. بس مبدع. براءة الاختراع الثانية مال الريب التنقيط عن طريق الإنترنت، الحقيقة كان جانب الإنترنت كله عليه يعني شارك فيها، شارك بالبراءة. فالبراءة صدرت أنا معاه، وأكو براءة ثانية دا نشتغلها معا أنا وياه. مصطفى طالب بالجامعة الأمريكية اللي انفتحت هذا العام في مطار بغداد، وإدارة أعمال، وسبع عدة توجهات موسيقية الحقيقة هسه هو يعني بعيدا عن عالم، بعيدا عن عالم. وبنتي الأخرى عندها أكل يوم جتني قالت أكو جهاز طبي بمشاكل لطب الأسنان، انطتني فكرة أنه، قلت لها بسيطة هاي إن شاء الله تتحول إلى براءة اختراع. فأكو هيج توجه الحقيقة بالعائلة، يعني تدري دائما من يشوفون رب العائلة تجاهه ومشيرون الولد على سر أبيه جيد. يعني هسه هم يشوفون الوالد فقط عالم ومخترع، لو يشوفون أكو وجه آخر عنده. إيه والله وجه آخر أكيد، يعني لكل إنسان هواياته، لأن الحياة كلها ما تكون يعني هسه حتى المزهرية مال الورد من تكون لون واحد حقيقة ما تجذب مثل من تكون بيها مجموعة من الألوان. فكذلك الإنسان مجموعة من المشاعر والأحاسيس والعلم كلها تتفاعل معا. فلذلك أي مخترع مشاعر وأحاسيس، نعم. كأنما أنت كنت مغرم في يوم من الأيام. والله الحقيقة إيه، يعني أنا من هواة وكتابة الشعر الحقيقة، عندي ديوان ما شاء الله. نعم عندي ديوان شعري 30 قصيدة بس ما نزلته الحقيقة كامل. هو أنت متعلم تأخذ براءة اختراع بالشعر متى؟ لا كنت أكتب الشعر من 77 الحقيقة، من الخامس، من 77 سادس العلمي، واستمريت أكتب يعني كل حدث يصير، كل تفجير لا سمح الله اللي صارت مال الرياضيين مال الإسكندرية، واللي صار حتى كتبت آخر شيء قصيدة على العراق
قصيدة سميتها بانوراما العراق، يعني فتشي يوصف لك الوضع اللي صار بالعراق من 2003، شلون كان الشعب متفائل بالتغيير، وفجأة ورا 3 سنين 4 ينصدم. يعني ما كان، يعني كان التغيير كان أمر يعني واقع، بس كان الشعب يتمنى أنه وراء هذا التغيير كن أحسن من هيك. بالضبط، وراء هذا طموحنا كان أكبر. يعني أمانينا كلها أنا كنت الحقيقة حتى بسنة. شنو اللي كتبته تقريبا بهذا القصيدة؟ شنو والله اللي كتبته الحقيقة؟ خلينا نسمع من هذا شوية مدام احنا طلعنا شوية من العلميات بعد. خلينا نخصص الوقت المتبقى من البرنامج. كتبت قصيدة لطيفة سميتها بانوراما العراق، وخليت بنتي بالإعدادية شاركت بيها وفازت بالجائزة الأولى لأن مع الخطابة وكذا. أنا الحقيقة من النوع اللي ينسى، فالورقة يمي أي شكل بيها؟ أي حقيقة القصيدة سميتها بانوراما العراق، تشرح وضع العراق من 2003 فما فوق، وكيف الشعب كان متأمل بهذا التغيير أنه الحياة نحو الأفضل وهواي متغيرات. فقلت بيها ماذا نريد وماذا يصنع القدر؟ آهن عراق وآهن أيام انحدر، قلنا تحرر والآفاق واسعة والشمس تشرق في ليل به كدر، شعب تحرر من طغيان طاغية والسجن هدم والأغلال قد كسروا، والهور عاد مياه فيه صافية، فالطير يفرح والصياد يفتخر، والجوز عاد إلينا والجبال غدت جنات عدن بها قد أينع الثمر، تلك الجبال جبالي والعراق دمي، والفاو فاوية والصحراء تنتشر، عرب وكرد وأتراك يوحدنا هذا العراق وهذه الشمس والقمر، تلك العصابة قد زالت ولايتها دامت عصور وهذا اليوم قد قبر، وداعش العصر أفعى في جحورهم، نامت قرون وسم في الهوى نشروا، لم يعلموا أن دماء الشعب غالية تجري بأرضي دماء، تجري بأرضي فداء ثم تستعر، هذا الفرات مياهي فيه ساكنة، إن مسها الضر بركانا سينفجر. هاي القصيدة الحقيقة كتبناها وراء الأحداث ما صارت مال دواعش وكذا وكذا، يعني تنطي أمل للعراق. نعم، أنه يعني راح تعود، بما أنه العراق هو أرض الأنبياء وهذا مهما حدث بأحداث يرجع إلى السياق، طبعا لا يصح إلا صحيح، والحمد لله إحنا نعيش هذه الأيام اللي تم القضاء على داعش وقت هاي الخلايا لازم يعود. ذكرتني بأحد الكتاب كتب هذه العبارة، يعني صحيح أن العراق عصي على الحياة لكنه عصي عن الموت. يعني أكيد، العراق لا أكيد يموت. يعني مثل طائر العنقاء، طائر العنقاء يعني مهما يحرقوه يخرج من رماد الحرائق، هذا مشهورة أسطورة طبعاً. هذا الطائر يسمونه طائر العنقاء يخرج من رماد الحرائق أقوى وأشد من قبل. فكذلك العراق العظيم، العراق حضارة 7000 سنة، أغلب دول العالم حضاراتها ما تتجاوز 100-200 أمريكا 200 سنة. مهما ترنح بنصف جراحة هو يعود ينهض من جديد. نعم، يعني مهما نشوف الوضع أكو بي سوداوية أو كذا، بس العراق بلد الحضارات، يرجع الأصلة الحضارته 7000 من يعني اللي علم البشرية، علمها على الكتابة وعلمها على التقدم وعلمها على السقي، أول منظومات سقي بالعالم بالعراق، أول بطارية كهربائية، احنا بما أنه في ميدان الاختراعات هي بطارية بغداد الحقيقة اللي العالم لحد الآن شلون بذاك الوقت أنه يعني بالضبط مشابه البطارية العادية هسه حاليا، عبارة عن أقطاب وقصدير وكذا. كيف أنت قارئ لكتب مدام أنت تكتب، يعني مهتم بالشعر مهتم بالقصائد، فأكيد قارئ أكيد للكتب اللي هي غير العلمية. نعم مضبوط. منو من الكتب اللي يشدك ويكون قريب لك؟ الحقيقة وعود بالله من كلمة ما أنه انطلاقتك من كتاب اللي علمي، يعني كانت اللي يشدني ولحد الآن أنا هسه حاليا دا ألف كتاب الحقيقة بهالموضوع، دا أشتغل به صار تقريبا أشهر، وصلت مرحلة به أحب الكتب وأطالعها بنهم، هي كتب اللي لها علاقة بين العلم والإيمان، اللي تأكد الإيمان عن طريق العلم،
يعني القرآن الكريم لحق الآن مليء بالأسرار، تفسير آيات قرآنية. فلذلك اتجهت إلى تأليف كتاب سميته الهندسة في القرآن الكريم. الحقيقة كنت مسميه الهندسة الكهربائية في القرآن الكريم، قلت خلي يكون أشمل لأن الهندسة تشمل كافة الفروع. نظريات موجودة ممكن، أي يعني مثل النانو تكنولوجي، نعم، بعوضة وما فوقها وكذا. يعني أكو آيات إن تنفذوا من أقطار السماء لا تنفذوا إلا بسلطان، هاي موجودة هسه بالعلم، يعني الثقوب اللي يصير. والقرآن مليء منا إلى يوم القيامة، ما حد يقدر يكتشف كل أسراره لأن هذا كلام الله تعالى وكلام الله لا يعلى عليه. كتب اللي تأثرت بها أو اللي هي تقريبا كتب إنه كانت تعجبها كتب كثيرة جدا الحقيقة. الأدب الفرنسي بأيام الكلية، وكتاب أراغون، الشعر مال أراغون قرأته باللغة الفرنسية وباللغة العربية، كتب العقاد، كتب ألف ليلة وليلة بالثالث متوسط كملت كل أجزائها، وكذلك كتابات الجاحظ وكتابات بالوقت الحالي الركابي. بس راح أسألك أسئلة تقريبا مقاربة اللي يسألوها للناس اللي هم دائما في اللقاءات اللي إذا كان شاعر أو فنان. قدوتك في الحياة دكتورنا العزيز؟ والله الحقيقة هي مو بس قدوتي، قدوة كل إنسان هو رسولنا الكريم، رسول الله الأعظم صلى الله عليه وسلم، والإمام علي كذلك عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك الوالد. الحقيقة الوالد هو اللي أنشأ بينا بذور العلم، الله يطول عمره. والحقيقة هو هم مؤلف وكاتب، عنده 6 مؤلفات أغلبها دينية، وهو اللي علمنا على هذا الطريق. والحمد لله احنا ردينا على جزء من الجميل عن طريق انه تواصلنا مع العلم عن طريق الاختراعات، لان هو يفرح. خلي اسالك سؤال اخير لربما في برنامجنا هذا اليوم، طموح الدكتور علي البكري؟ والله طموح في مجال اختراعك او اختراعاتك؟ والله في مجال الاختراع الحقيقه احنا عندنا عقبه كمخترعين بالعراق، هي انه الاستثمار كلش ضعيف مع الاسف. يعني المخترع يتعب، لان واحده من البرعات احنا صرفنا عليها اكثر من 67 مليون دينار، وكنا نتوقع انه اكو استثمار. يعني الاستثمار الحقيقي هو عن طريق القطاع الخاص، مع الاسف القطاع الخاص بالعراق هو راس المال جبان، القطاع الخاص ما يلقي ارضيه للتوسع بالعراق نتيجه الوضع السياسي والوضع كذا واسباب يعرفها الجميع. كذلك الحكومة العراقية، يعني مجلس الوزراء، يعني احنا كمخترعين في يوم ما عن طريق مركز الإبداع والابتكار رفعنا مطالعة كاملة وخطة 50 للمبدعين والمخترعين بالعراق وتغيير الوضع كذا. الحقيقة يعني رئيس الوزراء قابل احد اليوتيوبرية، واحنا صار لنا كذا سنة طالبين مقابلة السيد رئيس الوزراء كمخترعين كممثلين مخترعين بالعراق، ما صارت الفرصة. نتمنى إن شاء الله أنه في الحكومة هذه أو في الحكومة القادمة إن شاء الله نتمنى أنه أصواتكم توصل. هسه أنت انتقلت بينا يعني أو غيرت الصورة اللي موجودة عند أكثر الناس أنه العالم أو المخترع أو الأستاذ الجامعي تقريبا وبالتخصص العلمي بالتحديد أنه هو شلون وقته مكرسة فقط للعلم تقريبا. أنت هسه انتقلت بينا إلى حالة أخرى، أتمنى أنه نكتشف عالم جديد ومخترع جديد، كنز من كنوز العراق العظيم. إن شاء الله إن شاء الله نلتقي في الأيام القادمة بمخترعين آخرين هم نجوم في سماء العراق إن شاء الله. شكرا جزيلا وبارك الله بك. أنا الحقيقة أسميك المقدم الهادئ والرائع. شكرا. الحقيقة لا هاي الحقيقة من أيام العراقية. شكرا جزيلا على هاي الاستضافة وبارك الله بكم، وإن شاء الله يكون للمخترع العراقي صوت مثل الفنان والرياضي إن شاء الله. إن شاء الله.